مراحل تعيين المعلمات في المدارس العراقية الألمانية. تقديم الطلبات عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية والتي تمثل السيرة الذاتية. فرز الإلكتروني حسب الاختصاص. استقبلت مجموعة المدارس العراقية الألمانية خلال هذا العام الدراسي أكثر من 5500 طلب تعيين، حيث تمر هذه الطلبات إلى لجنة مختارة تتكون من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويكون الاختيار وفق آلية معينة هي النظر إلى الخبرات العلمية والعملية، العمر، التحصيل الدراسي للمتقدمة والعائلة، وذلك للاختيار الأصح من المتقدمة. الاتصال بمقدمات الطلب الوظيفي لتحديد موعد الاختبار. الاختبار الإلكتروني حسب الاختصاص. اختبار نسبة الذكاء للمتقدمات. مقابلة شخصية مع المتقدمين للوظيفة مع لجنة التقييم التي تشمل مجموعة من أصحاب الاختصاص والخبرة. سبب تقدم الخبر عن المبتدأ. كتبي لي المفاعيل أنواع النسبة. يتم التواصل مع المقبولين على أرقام هواتفهم. We'll be right back.